التحرير الجديد. هذا يوم سعيد، كانت واجد اليوم بالقرب من الفضاء بيع السمك بالتقسيط بحضور السيد العامل اللي شرفنا في التدشين ديال هذا المشروع. هذا مشروع متكامل كيدخل في السياسة الحكيمة ديال الحكومة، و مادام كيخدم المصلحة ديال الفئات الهشة، خصوصا منها البائعي السمك بالتقسيط اللي كانوا كيعانيو من مجموعة ديال الظروف، كانت كتكون في واحد الظروف غير صحية، وما كانش عندهم واحد الفضاء اللي كتوفر فيه الشروط الصحية اللازمة باش يمكن سوق المنتوجات ديالهم، كانت عندهم مجموعة ديال الإكراهات. وبفضل التوجيهات ديال السيد العامل وبفضل ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وجميع الشركاء والبلدية إلى آخره، هذا المشروع اليوم الحمد لله خرج الحيز الوجود، دافروا الجهود باش خرج هذا المشروع، والحمد لله نتمنوا من الله بأن هذا المشروع يزيد للقدام. حنا إن شاء الله غادي نواكبوا كمندوبي، غادي نواكبوا هاد التجار السمك بالتقسيط على أساس باش يتسوقوا المنتوجات ديالهم بصفقة قانونية، ويسوقوا المنتوجات ديالهم الساكنة ديال جديدة. إذن هذا اليوم يوم سعيد للساكنة جميعا ديال الجديدة.